السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى ضدك أبو ري وحيابها وكبيري وحاكمدا حب الربح والفوز وكراهية الخسارة. إلى هو كبيري إني تعليهين قوشة إيا معاشك، وإن عبيهين خسارة إيا قول درادة في أمور الدنيا والآخرة. أرماها الدنيا يكوى آخرة بعض قف كستوى قناعسي قلاء وحادو تعليه قناعسي قاسين وقول كقارو إنو معاشو راس مالكي حولاي وكردان مركستوى معاشكو سيادو وكردانا فرحدي سويسي كردا وحادو نعبيه يقف وليبا وكراهية استوى نفتي سوي دبسطا إنو خسارو راس مالكي قيبا كمي دوايو أما بس راس مالكي هاو بدبادي وحما عاشي فائدة إنا نهلين قفلو بني آدمين إلهي بو سبحانه وتعالى قناعسي يبايع مشتر كل شراء كل الناس يغدو قفل بهر دمر وكسو كعيو كالله أعماشا وصمين إيو خيري شر وقناعسي سلاو شاقر رسولك عليه الصلاة والسلام وحانا يقيب سمان كو خساري وقناعسي كو خسارة يكو معاشة وفائدة مركز طوو يهي وقت قلقو شراء موسم خير له منزلة وقيمة عند الله وقت حل خيرادة وإلهي أكتي سدر تشكل أي قيمة بضن ربحي قاية معاشكو قيمة قاربو ياشا تعايل كنفهم من انتو اي تعاليه نوسي كردا خسارة دعا واختيادة إلهي سبحانه وتعالى وسيقار وكرامي قيمة وقويا لي خسارة واختيادة كلا دعاوا كوية وحين كترنا يا عباد الله موسم يحل آدو خير بضن وإلهي سبحانه وتعالى وقال لي فرصة خير وأن لكو بكرين وإلهي سبحانه وتعالى دومه سوفد دي ونصر تقلي وبدي أسباب تقع وإن إيسا إن معاشان أي فائدان إن يقول إستان وأي فوسان وشهر رمضان المبارك بشان دحيادتك وحي وقيم سمان إلى رابحين وخاسرين كو معاش وقوليسته يكو خسارة وقول درايسته
نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام إنه شاقي ويري رغم أنف إمرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له وحسن كيسو بولو بمعنى دلوبي وخساري قف يوصق الشيء بشهر رمضان وأي بحضي صقوا أن سمين وحي إلهي سبحانه وتعالى الدنبقة وكما يروح وربي سبحانه وتعالى وكدر الشيء والسبب أنه قضاء إنه كقو ليستو إلى إرى لها عن شيء سينعيم كيس كوا وحك سهر شيدة الذين يحرصون على أسباب المغفرة ورفع الدرجات كوا كد ذلك يا أسباب تدمي دافك يا درجين ربي سبحانه وتعالى فالأولون خاسرون والآخرون رابحون كوا هري أسباب تدمي دافك كقابي لإيمان واي وكو خسارو بي كو كد ذلك أسباب تدمي دافك يدر تشينتا وكو معاشي بشر رمضان إلهي بينه سبحانه وتعالى كبر يينا إنو إنو قد داروه ليس كو بشر معاشي قوليستا إلهي بينه ويدي سنين إنو إنو وافتشيو أسباب تقوش هي معاش كبشر رمضان وربي سبحانه وتعالى وإن قد يقول كو نفتو ده يمال كو دبا إلهي سبحانه وتعالى چنو كجهلا سيلهي سبحانه وتعالى في كتابه كوري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أيها المسلمون عباد الله كو قول استبشر رمضان دحديدة اي معاشا اي فائدة وين يقوها لي بشر رمضان اي بحضا صفات بيليهين صفات كودة وحوه الرئية أنهم يخلصون أعمالهم لله في شهر رمضان بشهر رمضان دحديدة أعماشا اي سمين ايان إلهي بيو بر احترام إلهي درادي بيو سمين اسم قاشين يا استوستان يا إلهي عدك لعمل كينا يكشرا كيان آد بوقفوقيهين وهلك يا ودو ذي سبقيان أن الإخلاص هو أساس العمل والسبب قبولي وأساس كعملك يا صابت إلهي وكو أقبلي هذه إخلاص لوايو أدوانك عملك سمي إلهي أكتس قيمك يا لنمايو عمل كيسنا إلهي أكتيس قيمكم له إلهي نوحبك كهلي ماي كما قال ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري تركته وعمله كوا وحلقوا شركيسية لقد حيسيه كوغو كافتون يمار ميتان بضن بانح معنا وحوقة يمخلوقات كويني وحوداقان وأي شركوبان باهي أي سقبال لكن إلهي سبحانه وتعالى عدنا وباهنا ربي وحور قفك سمي عمل أني قاية عدك لو نقول شراكي شركي وين أما شركي ير إساقية عمل كي ستونا أكتيد قيمكم عليه تركته وشركه سيدا وقيت بقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعماش قوشة هي معاشك كيني سبيش رمضان وصوم كي الصلاة ويوسيتان ويوسر ريان وحو شرد وقردقاي الدون كوينو قولكو قارو ومعاش يفايدة وكوهلو إن أعماشا سي إلهي الدراد يأي كطاي من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بمشروعيته ووجوبه واحتسابا أي طلبا للأجر به من الله وحده قفك الصوم بشهر رمضان إساقو الرميسان وكو قنعسان شرع نمد عبادة داس إيواتي من مديدة إساقو إلهي وحكا قدوني تاسو معناه دوياي مخلصا غفر الله ما تقدم من ذنبه سفادة إلا لقاه له صوم كقولكو قاري ماي صلاة دانا رسولكم الوكاد ليحري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه قفك الرمضان صلاة الليل تكده سقو شرعني ماذا صلاة دار رميسا
isla markaana ilaahay daraadii u tukanaya oo ilaahay una jir kaga doonaya oo laa riyaa walaa sumcata fii salaati kaas ayaa salaada guul ku gaadhaya ayuha almuslimuuna cibaadallah arrinka labaad ee ka mid ah sifaadka kuwa guulaysta bisha ramadaan waa bishani waxa ay la gaar ka tahay waa soomkeedu inuu waajib yahay inuu ilaaliyo soomka bisha ramadaan soomka ilaahay wuxuu yidhi ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum soomka ilaahay uu faral yeelay sida uu yahay inuu guto oo weliba uu soomo siyaam asaalixiin addoomaa ilaahay wanaagsan soomkooda oo ilaahay daraaddii kuwa u soomaya weeye soomka uu ilaalinayo shuruuddiisa iyo arkaantiisa aadaabtiisa iyo sunantiisa uu ilaalinaya soomkoodu uu yahay siyaamul jawaarixi kulliha xubnaha oo dhammi inay soomayaan wacarabkoodu uu ka soomayo baadil iyo dembi inuu ku hadlo oo xubnahoodu saasoo kale ay ka soomayaan inay qabtaan oo ay ku dhaqaaqaan waxaanu ilaahay u ogolayn oo raalli aanu ka ahayn oo rabbi uu ka mamnuucay oo ugu cadhoonaayo qalbigoodu uu soomayo oo uu ka soomayo wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diiday araggoodu uu ka soomayo eegista waxa xaaraanta ah dhagahoodu ay ka soomayaan dhagaysiga xaaraanta calooshoodu xaaraan ay ka soomayso sida maalintii xaaraanta ay uga soomayaan habeenkiina xaaraan oo dhan kuwa ka soomaya ah ayuha almuslimuuna cibaad allah soomka noocaas ayaa ah siyaamu saalixiin waa soomka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa u amray ee u caddeeyey ujeeddada uu faral yeelay oo lacallakum tattaquun soomkoodu waa soom iimaan u ziyaadinaya alla ka cabsigooda iyo toosnaantooda kor u qaadaya diinku dhaqankooda sabab ugu noqonaya inay ka toobad keenaan khalad iyo dembi iyo gaf wixii ay isku ogaayeen waa kuwa soomkoodu aanu ahayn inay ka soomaanuun wixii markii hore xalaasha u ahaa waa kuwa iska ilaaliya sifada keenaysa qofku soomka waxa uu ka dheefa inuu noqdo gaajo iyo haraad qura sidu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash badanaa mid soomay oo soomkiisa wax kale aan ka helin inuu gaajooday oo haraaday mooyaane bimacnaa waxaa jira loogama qorin xataa waa laga yaabaa faralkii inuu soomka kaga dhaco laakiin ajarkii soomka waxaa gubay oo baabiiyey xumaanaha kale u dhex wado ee maalintii isagoo sooman uu samaynayo ama habeenkii markuu afuro uu ku dhaqaaqayo ee naftiisa aanu ka ilaalin ahayn waa ka yidhi nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala fi lxadiidi alqudsi nebigu ka wariyey waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waa ka ku yidhi man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca tacaamahu wa sharaabahu xaqiiqadii soomka iyo ruuxdiisii iyo qiimihiisii qofkaan ilaalin ee soomkiisu uu ku ururo inuu iska daayo wixii markii hore xalasha ahaa un laakiin wixii markii hore xaaraanta ka ahaa ee been iyo hadal xun oo lagu hadlaa uu ka mid yahay tusaalena u yahay ee ramadaan markay soo gashayna xaaraannimadiisu ay sii adkaatay aan ka tegin kaa ilaahay baahi uma qabo cuntada iyo cabitaanka uu ka tegey bimacnaa waxaa jira ilaahay kaga heli maayo faralkii ha kagaba dhacabe oo ha iskaba ilaaliyo waxyaabihii soomka burinaye markaa soomka maqsuudka uu u weynay addoonka uu ka leeyahy waa inaanu noqon inuu faralkii kaga dhaca un oo dembiga unuu iskaga ilaaliyo hadafka iyo ujeeddada aad u soomaysaa waa inay tahay soomkana aad doonaysa inaad darajo aad ku gaadho oo ilaahay ajar aad kaga hesho oo uu kuu noqdo waddo aad u marto ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa aquulu qawli haada waastakfiru allaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، صفات كقوة بشر رمضان قوليست وحكم إذا المحافظة على الصلاة فرضها ونفلها إن إلى ليان صلاة فرل كيدا يسنه دبا وشنت الصلاة دا فرل كقوة واختيادو داو إلى ليان أركان تي واجبات كي السنن كاو إلى ليان خشوع دا يسو تشيد كقلبي كاو إلى ليان الرجوة صلاة صلاة فرل كجماعة كو إلى ليان وهلك اللوجي يريو المؤذن كو كل يحيى على الصلاة حيا على الفلاح يتقال وصفة المسلمين التي تميزوا بها عن المنافقين وصفة المسلمين تو ايكا قصة عمان كو منافقين تاسلوري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكو صلاة السنة ياشا الى علينا يا رواتب تلص على صلاة فرل كيكا والرية وعلبية تمرق عدودها بين كي مالنتي لبا الصبح كورية أفر ظهر كورية لبا الظهر كدن بيا لبا المغرب كدن بيا إيا لبا كدن بيا صلاة العشاء رواتب تالبية طبنكا رسولك عليه الصلاة والسلام ويري من صلى في اليوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة فكما لنتي تكذا لبية تورق عدود والصناعة إلهي سبحانه وتعالى قريبوا تشنده وقدسه يعني كل يوم قريبا تشنده وقدسه تشنده نواردو البلادن وإنتا دسمه وكسعده بيرسلاه كسعده يواناتشيني مربو حسميسه ومحبيب رضي الله عنه أي حديث كرسول كوريسي وهو في صحيح مسلم وكو كد ذلك قيام الليل في رمضان الرابحون هم الذين يحرصون على قيام الليل في رمضان وكو كد ذلك إن صلاة الليل تكدان رمضان صلاة توحدة أما التهجد كوا صلاة الليل كي رمضان تلتكني أيما مقع عاسي لو بحيي ووحي أبيك قد وانت أيوة حكم إذا صلاة كلا صلاة الليل كوقت يدا كلا انت بضان شماعة لغو ما تكدو لكن صلاة شماعة يالغو تكده سيدو النبي سمية بلوغي مركي دنبان الصحابة رضوان الله عليهم أي ديب النوليين وصلاة قيمة بضان ورسولك عليه الصلاة والسلام ويري من قاوم على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة وفك إمام كلت كذا صلاة دا تراويح دا إلا إمامك وصلاة دا سكب حيوه وفك الله دا ميستا هبين كيوردن من صلاة الليل تاقنا أشرك الله قرى وكلا أي الله قرى وصلاة دا ولي رسولك عليه الصلاة والسلام ساد مقشان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاة دا مدافك لقوه إليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن فرب رضتك كم يدي رمضان بلو قيدة حماسات بيوها يان صلاة داسي مساجد دوي عامرين لكن مركز تو وقتك وديبو دعوه داد كويسي يرادان وحانا يا هيد مركز تو رمضان اي ديبو دعوه اللي فرصة ديبا سي يراريسا وقتك ونوصي فضل بدنان يا قاران تو منك دمام مركز لقارو إنه الددال كسي كرنابيه ونفط لقى إلى عليه وهسي لقى إلى عليه النفط ولقول الدداله شوكتين تعبادته سيدوها الرسول كان عليه الصلاة والسلام كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام ديما وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل عمل كرسولكم تشوكتابوها إلى هنا أعمال شوحوش عليها أعمال شلتشو عمل كالتشوكتيو تراهان هبي راضبيه أيها المسلمون عباد الله كو بيش رمضان قولي سنية بيش نوا بيش قرآن كان وكو قرآن أخرس كبادين أي وقيران هل مر إلي رمضان قرآن كختمان أي قوان تهي عزيمو وكو فربادين أي حسك إلهي سبحانه وتعالى تسبيح ذا إيا تكبيرت إيا تهليش إيا تحميد إيا حوقلا ذا إيا أذكارت الله متكعة ووقت قوضة كو عمير إيا حسك ربي سبحانه وتعالى يا أمان تيسه يصلي النبي جاني محمد كصلي النبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام وكو قعنتو دو أي فرما يصح بيش رمضان مركل لقارو
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وحوادتك كود يقسسا خير كي عبادات كي سقي إله ود حياة يقسم قواها سيدا سوك لو احترك الدد كان رسولك يقسم قواها وكان أجود ما يكون في رمضان يقسم مدي ساسنا هل كوص الرئيس وحي قاري ترتي بشر رمضان دحديدة فكونوا يا عباد الله أجود الناس في هذا الشهر على كل خير وفضل الدوما إلهي وسياد وقول إيستان واحد نقطان كوة خير كالديق سيالكوة بشر رمضان دحديدة إيا وحكا استوى فضل إيا درجل وقارو وإلهي الرحمة ديسة يرى ليها أنشيسة لقوه إلهي إلهي بينه سبحانه وتعالى كبر يينا أن يجعلنا من الرابحين في شهر رمضان التائبين إلى الله المقبلين على الله الذاكرين لله المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والعبادات. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 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 اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض. اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.